السلام عليكم استاذ محمد. انا كان ليا صاحب عشرة عمري من زمان، حصل بينا مشكله وبقالنا اكتر من سنه ما بنكلمش بعض، بس هو وحشني قوي ونفسي اكلمه ونرجع تاني صحاب. بفكر اكلمه لكن في نفس الوقت خايف يفسر ده على انه ضعف مني، بس انا نفسي نرجع زي ايام زمان ونفتكر ذكرياتنا الحلوه ومواقفنا الجميله. حقيقي محتاج لوقفته جنبي، بس مش عارف اخد الخطوه ولا لا، وليه هو ما يبتديش؟ حاسس اني هكون ضعيف لو عملت كده مني لنفسي، او كرمت كده زي ما بيقولوا البلدي هتبقى نزلت الارض. هل كلامي ده صح ولا ابدا انا بالصلح يا استاذ محمد؟ في البدايه خليني اقول لك حاجه مهمه، كل يوم اثنين وخميس بتتفتح ابواب الجنه، فربنا بيغفر لكل الناس الا المشرك او راجل كان بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا الى هذين حتى يصطلحا. والمشحنه هنا بمعنى الخصام، ربنا هيغفر لكل الناس، لكن المتخصمين هيقول استنوا شويه لحد ما يتصالحوا، وتعلق المغفره والرحمه من رب العالمين. وده دليل على ضخامه وشده موقع الخصام بين الناس، لان الخصام بيولد الكره، وده مدخل من مداخل الشيطان. وربنا دعا كل الناس انهم يبقى اخوات متصالحين بيساعدوا بعض وبيودوا بعض، وما يبقاش ما بين اي اتنين الا كل خير وحب وود. ده خير الناس من بدأ بالسلام، يعني افضل الناس اللي يبدأ بالصلح، اللي يتقدم خطوه ناحيه اللي زعلان منه، اللي ينهي الجفا والخصام بايده. فلو كل واحد فكر بطريقتك المده هتطول والعند هيزيد، وسنين هتجر سنين، والسنه هتبقى عشرة، لحد ما النهايه المحتومه هتيجي، وساعتها مش هينفع ندم ولا هينفع تقول اصلا حاسس ان كرامتي هتتهز. اكتر الناس قوه هو اكترهم عفو، هو اشجعهم، هو اللي يقدر يعفو ويصالح، يبدأ بأنه يقطع حبال الشر والخصام اللي مده الشيطان وعقده، وكل يوم بيعقده أكتر، وكل يوم بيمر كل لما العقدة بتزيد وتبقى مستحيل تتفك. أحب الناس هو اللي بيصون العشرة والعيش والملح، وقتها هيكون قوي بكرامته وحبه لربنا، قوي بأنه كتب نفسه عند ربنا من العافين عن الناس، ودي بقى في حد ذاتها جبال حسنات في الدنيا من ضفف رصيدك هتحتاج لها في وقت من الأوقات. خد قرارك وتوكل على الله وصالح صاحبك. انت لو عرفت اللي مستخبي من ورا القرار ده هتقول يا ريتني كنت عملت كده من زمان. وما تضيعش الوقت على الفاضي، هدية مجانية من ربنا علشان تكون عنده من عباده الصالحين. ما تتأخرش، صاحبك مستنيك. خليك انت الأحسن، وما تحسبهاش أبدا بحسابات الدنيا اللي ما فيش منها لا رجا ولا ليها اعتبار. مش مهم مين هيشوفك ازاي، لكن المهم ربنا هيشوفك ازاي، وانت اللي هتحدد هتشتري الناس وتبيع ده كله، ولا هتشتري العفو والمغفرة ويكون ليك مكان عند ربنا. كلنا بنحلم بربعها. استنونا.